مقترح إسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح مع تواجد عسكري إسرائيلي، ومصدر فلسطيني يؤكد المعبر لن يديره إلا الفلسطينيون. البيت الأبيض يؤكد إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم خلال أيام، ويرفض عمليات إغاثة محدودة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يمنع إدارة بايدن من وقف إرسال أسلحة لإسرائيل. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه النشرة. إذ قال موقع والا الإسرائيلي إن السلطات عرضت مقترحا على مصر لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين، ويتضمن المقترح تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود. وأضاف الموقع أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها. كما يتضمن المقترح تواجدا إسرائيليا خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حماس ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر. وقال مصدر فلسطيني مطلع إن أحدث عروض إسرائيل لإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل لا يتطابق مع ما يتم نقاشه في الدوائر الرسمية مع الجانب الأمريكي. وأكد المصدر أن النقاش حول المعبر المغلق منذ أكثر من أسبوع لا يزال مستمرا، مشددا على أن المعبر فلسطيني ولن يديره سوى الفلسطينيين. بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية تأكيدها أن القاهرة رفضت المقترحات الإسرائيلية للتنسيق بشأن إدارة المعبر. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن الولايات المتحدة تتوقع إدخال وقود ومساعدات أخرى إلى قطاع غزة عبر الرصيف العائم خلال الأيام المقبلة، وأضافت أن البيت الأبيض لا يزال قلقا إزاء إدخال المساعدات إلى غزة عبر عمليات إغاثة محدودة. نقف الآن على مقربة من الليسان البحري الذي يعرف بميناء غزة الجديد الذي تقيمه السلطات الأمريكية في منطقة الشيخ عجلين، وتحديدا التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة. هذا الميناء البحري الذي كان من المقرر أن يكون لاستقبال السفن، سفن المساعدات القادمة إلى غزة، خاصة إلى المناطق الشمالية، في ظل هذه الحرب التي لا زالت متواصلة على الفلسطينيين وعملية إغلاق المعابر، ولا يوجد أي من المساعدات تأتي من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية. هذا الميناء لعلكم تشاهدونه ترسو يعني على لسانه إحدى السفن التي هي تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة لها هنا في المناطق الشمالية من قطاع غزة. الفلسطينيون ينتظرون أيضا وصول العديد من السفن التي بعضها قبالة بحر مدينة غزة، وترسو قبالة 6 سفن، حوالي 6 من السفن المحملة بالمساعدات، وبعض السفن لا نعرف ماهيتها التي تبعد أميال عن شاطئ بحر مدينة غزة. هذا الميناء البحري أو اللسان البحري الذي تقيمه السلطات الأمريكية هو يمتد من شاطئ بحر مدينة غزة بعمق تقريبا نحو 100 متر أو 150 مترا داخل المياه في بحر منطقة الشيخ عجلين إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، والذي سترسو عليه هذه السفن المحملة بالمساعدات للفلسطينيين الذين يتواجدون خاصة في المناطق الشمالية
من قطاع غزة، وبات الفلسطينيون عددهم في المناطق الشمالية لوادي غزة نحو 700,000 نسمة، هم بحاجة ماسة لكل المساعدات، وأن تصل هذه المساعدات لكل بيت فلسطيني. لقناتي العربية والحدث، صدر السعنون من على مقربة من ميناء غزة الجديد. ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن مجلس النواب الأمريكي صوت على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزامياً، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس. وقالت CNN إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو وقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل، كما أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها خلال 15 يوماً من تاريخ بدء سريانه. اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب أفريقيا إن بلاده كانت تأمل بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها، لكن بدلاً من ذلك استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة. واستمعت المحكمة إلى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة للمساعدات في قطاع غزة. من المؤسف أن جنوب أفريقيا مضطرة مرة أخرى إلى العودة إلى هذه المحكمة اعترافا بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بسبب الإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني، حيث قتل حتى الآن أكثر من 35,000 شخص وتحول معظم قطاع غزة إلى أنقاض. على الرغم من المهلة القصيرة لجلسة الاستماع الشفوية هذه، فقد توجهت جنوب أفريقيا إلى هنا اليوم لتفعل ما في وسعها لوقف الإبادة الجماعية المستمرة بشكل عاجل، وهو التزام تأخذه جنوب أفريقيا على محمل الجد. دعت إسرائيل محكمة العدل الدولية لرفض قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها. وأشارت إسرائيل في ردها على قضية الإبادة في المحكمة الدولية إلى أن جنوب أفريقيا قدمت مزاعم منحازة واصفة إياها بالكاذبة وتعتمد على مصادر غير موثوقة من حماس. ارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وأجبرت عشرات التجمعات البدوية على الرحيل بفعل قوة السلاح. ويشن الكثير من المستوطنين هجمات بحماية الجيش الإسرائيلي. بعد غربة امتدت لأكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد أبو محمود إلى مسقط رأسه قرية برقة، لكنه لم يسلم من هجمات المستوطنين المتكررة على أرضه المتجذر بها. أنا عشت 35 سنة في أمريكا ورجعت أستثمر في وطني، وأتمنى من جميع المغتربين أنهم يرجعوا ويستثمروا في وطنهم، لأن مش رايحين نتركها للمستوطنين وللغزاة اللي جايين يحتلوا بلادنا. قرية برقة واحدة من القرى التي ظلت عرضة للاعتداءات، حيث أحرق المستوطنون فيها عشرات المنازل والمركبات، حتى أضحى أهلها يلقبونها بالقرية المنكوبة. خلال 20 يوم الأخيرة أكثر من 4 هجمات من المستوطنين أدت إلى إصابة حوالي 12 شاب عندنا، وحرق بيوت وحرق بركسات. هذه القرية المنكوبة التي لا يوجد لها إلا مدخل واحد من جهة دير دبوان بسبب إغلاق مدخلها الرئيسي منذ 25 عام تعاني الأمرين. ومنذ 7 أكتوبر تسارعت وازدادت اعتداءات المستوطنين لا سيما ضد التجمعات البدوية، فأكثر من 26 تجمعا أخلي بقوة السلاح.
هذه التجمعات البعض منها تهجر لأكثر من 6 مرات منذ عام 48، جزء منهم كانوا من المهجرين من القرى والبلدات الفلسطينية في عام 48، ومن ثم بدأوا بعملية التنقل والسعي للبحث عن لقمة عيشهم، ولكن هذا اللقمة هي مطاردة وملاحقة من المستوطنين وجيش الاحتلال. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن 14 فلسطينيا فارقوا الحياة برصاص المستوطنين الذين يتقدمون المشهد بضوء أخضر من أقطاب حكومة تل أبيب. وبين الحرب على الجبهة الشمالية وأخرى على الجبهة الجنوبية، فإن حربا صامتة تقودها إسرائيل على جبهة الضفة الغربية، لكن بأدوات وأياد مختلفة، عنوانها مجموعات المستوطنين التي تتبادل الأدوار مع القوات الإسرائيلية على الأرض في استغلال الانشغال بما يجري في قطاع غزة لمحاولة إفراغ الضفة الغربية وترويع سكانها وطردهم لإحلال المستوطنين. من قرية برقة شرق رام الله، فالح نصير، فالح الحدث. إلى السودان، حيث واكبت الحدث من داخل منطقة أم درمان القديمة أول عملية نقل جثمان دفن بأحد المنازل لتعذر نقله خلال المواجهات العنيفة بين الجيش والدعم السريع. وتنتشر في المنطقة عشرات الجثامين التي دفنت داخل المنازل والساحات، ما جعل السلطات تبدأ في نقلها إلى مقابر معروفة بعد استتباب الأمان في أجزاء واسعة من أم درمان. نواكب الآن ضربة البداية لأولى عمليات نقل الجثامين التي دفنت داخل المنازل والساحات خلال الأشهر الماضية من عمر الحرب إلى مقابر معلومة ومعروفة داخل مدينة أم درمان. وصول الجيش واستعادته السيطرة على منطقة أم درمان القديمة كشف عن وجود الكثير من الجثث المتحللة في الطرقات، وأخرى تم دفنها داخل المنازل لتعذر الوصول بها إلى المقابر بسبب الاشتباكات المسلحة حينها. الآن تباشر لجنة مختصة عمليات نقل الجثامين، وتبدأ من داخل منطقة واد نباوي بأم درمان القديمة نقل أحد الجثامين، وهو معاوية محمد علي المشهور بأبو العلا، وهو من أبناء حي واد نباوي الذي سينقل إلى مقابر أحمد شرفي المعروفة داخل مدينة أم درمان. واقعات كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. دي أول جثمان في حرب الكرامة يطلع هذا الجثمان من داخل الحي واد نباوي. قلت له يا أبو العلا أمرك راح، تعال اقعد معي. قال لي لا، أنا ما بفوت البيت. أول جثمان داخل مدينة أم درمان دفن داخل أحد المنازل، يتم الآن نقله من المنزل إلى مقابر أحمد شرفي لاستكمال إجراءات عملية الدفن بشكل رسمي. أول خطوة احنا عملناها الشروع في توسعة المقابر نفسها وخلق مساحات جديدة حتى انها تستوعب لنا كافة الجثامين والشهداء الذين لم يتمكن ذويهم من قبرهم في مقابر أحمد شرفي أو مقابر البكر أو مقابر الجمرية. بعد حالة الأمان التي تشهدها أجزاء واسعة من مدينة أم درمان، ينتظر أن تتواصل عمليات دفن الموتى داخل هذه المقابر بدلا عن ساحات الأحياء، إلى جانب مواصلة الجهات المختصة عملها في نقل الجثامين من داخل المنازل والساحات إلى مقابر معروفة. نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث من داخل مقابر أحمد شرفي أم درمان. ولليوم الرابع على التوالي تشهد جزيرة كاليدونيا الجديدة حوادث دامية تسببت بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 200. الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي ضمتها فرنسا إلى أقاليم ما وراء البحار التابعة لها، لكن السكان الأصليين يطالبون بالاستقلال، وهو ما ردت عليه باريس بإرسال الجيش. انتشر الجيش الفرنسي في كاليدونيا الجديدة إحدى مقاطعات فرنسا ما وراء البحار جنوبي المحيط الهندي، وذلك بسبب أعمال عنف اندلعت بعد تصويت مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون يوسع شريحة من يحق لهم التصويت في الاستفتاءات لتشمل المولودين في المنطقة والمقيمين منذ أكثر من 10 سنوات من الأوروبيين والفرنسيين. هذا الأمر اعتبره الكناك وهم السكان الأصليون محاولة لإضعاف ما يقولون إنه نضال لنيل الاستقلال عن فرنسا،
رئيس الحكومة الفرنسية أعلن نشر 1000 عنصر أمن إضافي سينضمون إلى نحو 1700 يتواجدون بالفعل في كاليدونيا الجديدة، بالإضافة إلى حظر تطبيق تيك توك وأصدار عقوبات شديدة على مرتكبي أعمال العنف. نشر عناصر الشرطة سيتم عبر جسر جوي يضمن تحرك القوات الفرنسية بسرعة إلى المنطقة الواقعة على بعد نحو 20,000 كيلومتر من البر الفرنسي. أعمال العنف أدت إلى مقتل 4 أشخاص حتى الآن، بينهم 2 من الشرطة، وإصابة نحو 200 من المناهضين لفرنسا، في مواجهات اتهم وزير الداخلية الفرنسي جمهورية أذربيجان بدعمها، الأمر الذي نفته باكو عبر وزارة الخارجية الأذربيجانية. وفي ألمانيا، الصورة النمطية عن الألمان ترسمهم بشكل المجتهدين في العمل دوما، والآن إحصائية جديدة أصدرتها وزارة العمل أثبتت هذه الصورة وأظهرت أن الموظفين في ألمانيا عملوا أكثر من 1,000,000,000 ساعة إضافية العام الماضي، أكثر من نصفها غير مدفوعة. يعرف الألمان بأنهم مجتهدون في العمل، ورغم أن هذه المقولة قد تكون مفتوحة للكثير من الجدل، فإن إحصائية صدرت مؤخرا عن وزارة العمل ربما تؤكد فعلا جهد الألمان. الإحصائية أظهرت بأنه خلال العام الماضي سجل الموظفون أكثر من 1,300,000,000 ساعة عمل إضافية، والملفت في هذه الإحصائية التي استندت على أرقام من معهد سوق العمل والأبحاث التابع لوكالة التوظيف الفيدرالية أن أكثر من نصف هذه الساعات أي 775,000,000 ساعة كانت غير مدفوعة الأجر، بينما تلقى العاملون أجرا مقابل 554,000,000 ساعة عمل. والسؤال هنا، لماذا كانت معظم هذه الساعات غير مدفوعة الأجر؟ قبل 30 عاما كان العمل الإضافي المدفوع يمثل حوالي 30% من إجمالي العمل الإضافي، واليوم هو 10% فقط. وفي العمل الإضافي غير المدفوع نرى بأن الأشخاص ذوي المؤهلات العالية جدا هم الذين يتقاضون أجورا عالية جدا، وغالبا يكون هذا العمل الإضافي جزءا من عقد العمل. هذا الشرح يفسر أيضا سبب ارتفاع البطالة رغم ارتفاع عدد ساعات العمل الإضافية، فبحسب المعهد نفسه ساعة العمل الإضافية تلك كافية لتوظيف 835 شخصا إضافيا، ومع ذلك فأن عدد الأشخاص في البطالة بلغ العام الماضي 2,700,000 شخص مقابل وجود 1,700,000 وظيفة شاغرة. المشكلة الأكبر التي تواجه ألمانيا هي شيخوخة المجتمع، ما يعني أنه إذا لم يتم تدريب الكفاءات اللازمة فإن مشكلة البطالة وساعات العمل الإضافية قد تتفاقم في المستقبل. راغدة بهنام، الحدث، برلين. في تونس، أمر الرئيس قيس سعيد بدعوة عدد من السفراء الأجانب لدى بلاده لإبلاغ مهم احتجاج تونس على التدخل في شؤونها الداخلية. يأتي ذلك بعد تنديد أوروبي من حملة اعتقالات شملت محامين وصحفيين ونشطاء سياسيين في الأيام القليلة الماضية. أدعو في أقرب الأوقات السفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلغهم احتجاجا شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر غير مقبول في شؤوننا الداخلية، وبلغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها. تقرير لمستشار الداخلية البريطانية يوصي بعدم تعديل مسار الدراسات العليا الذي يسمح للخريجين بالبقاء حتى 3 أعوام بعد انتهاء دراساتهم، بالتزامن مع صدور بيانات تكشف أن عدد طلاب الدراسات العليا الأجانب المسجلين لسبتمبر المقبل انخفض بنسبة 63% بسبب القيود على استقدام عائلات الطلاب.
الجدل بشأن الهجرة في بريطانيا مستمر، والسبب هذه المرة الطلاب الأجانب في مراحل الدراسات العليا، إذ أوصى تقرير بإبقاء وزارة الداخلية النظام الحالي الذي يسمح للخريجين الأجانب بالبقاء والعمل لمدة عامين أو 3 سنوات بعد انتهاء دراستهم للاستفادة من خبراتهم. يأتي ذلك بعدما كشف أحدث تقرير أن عدد طلاب الدراسات العليا الأجانب الذين دفعوا ودائع للدراسة في الجامعات البريطانية في سبتمبر المقبل انخفض بنسبة 63%. فعلى عكس الجناح اليميني في حزب المحافظين الذي يطالب بإلغاء تأشيرة مسار التعليم العالي، تقول الهيئة الاستشارية للهجرة إنها لم تجد أي دليل ملموس على إساءة استخدام الطلاب الدوليين لمسار التعليم العالي للبقاء في المملكة المتحدة. فالقيود التي فرضت الحكومة في وقت سابق من هذا العام للحد من توافد الطلاب الأجانب وأفراد عائلاتهم ومصير تأشيرة الدراسات العليا أدت إلى تراجع طلبات التحاق الأجانب للعام المقبل في 9 من بين كل 10 جامعات وفق استطلاع نشرته الغارديان. رسالة مشتركة تمثل الجامعات حثت الحكومة على رفض أي تقييد لمسار تأشيرة الدراسات العليا، إحدى الطرق القليلة المتبقية التي تمكن الخريجين الموهوبين من البقاء في البلاد، كما تحمي الجامعات من انهيار أوضاعها المالية بسبب الكلفة العالية التي تتكبدها على الطلاب البريطانيين والأبحاث. أكثر من 8000 تم إجلاؤهم من قبل السلطات الأوكرانية من مناطق وقرى في إقليم خاركيف الذي يتعرض لهجوم بري وقصف مستمر من قبل القوات الروسية. سمح حصريا لقناتي العربية والحدث بمرافقة الشرطة الوطنية والقوات المسلحة الأوكرانية للدخول إلى داخل مدينة فولشانسك، هذه المدينة التي تتعرض لهجوم كبير من قبل قوات الاتحاد الروسي. تجري عمليات قتال شوارع في بعض مناطق وأجزاء المدينة. المدينة هجرها سكانها، تقريبا يوجد حوالي 100 شخص فقط في المدينة، والآن الشرطة تعمل على إجلائهم في مجموعات صغيرة، يعني لا تتعدى 5 إلى 6 أشخاص. طبعا لا يمكن لسيارات كبيرة أن تدخل إلى المنطقة، لذلك الشرطة بسياراتها الصغيرة تعمل على إجلاء المدنيين وإخراجهم من المدينة. هناك الوضع غير آمن، تجري محاولات الجيش الروسي للدخول بمجموعات صغيرة ويجري قتال شوارع، لذلك الوضع خطير جدا. طبعا عملية الإجلاء تتم بسرعة. اركبي في السيارة من فضلك، أرجوك أن تذهبي إلى تلك السيارة، افعلي ما أقول لك من فضلك بسرعة بسرعة. الآن يتم إجلاء بعض المدنيين من مدينة غوصار كما تشاهدون أمامكم في الصورة. الشرطة الوطنية تعمل على عملية الإجلاء كبيرة كما تسمعون. ذلك أمامنا في فولشانسك من قبل قوات الاتحاد الروسي أثناء عملية الإجلاء التي نقوم بها الآن في فولشانسك. عمل الشرطة والمتطوعين في الوقت الحالي أن نساعد أكبر عدد من الناس، خاصة أولئك المترددين في الخروج أم البقاء، وأن نفهمهم أنه من الضروري إجلاؤهم لأنه في الوقت الحالي لا يمكن العيش حيث تجري عمليات عسكرية نشطة. لا، نحن لا نرغب في الخروج الآن. انظر إلي، غدا سيكون الأمر متأخرا، سيدخل العدو ولن نستطيع أن نخرجكم إذا انتظرتم للنهاية، فلن نقوم بالمخاطرة بحياتنا لكي نخرجكم من هنا. لم يبقى في المدينة غير 100 شخص إلى 120 شخصا على الأكثر. إذن عملية الإجلاء تتم الآن للمدنيين في مدينة فولشانس. نحن الآن داخل المدينة حصريا العربية واحدة تشهد عملية الإجلاء. Let's go!
وصلنا إلى ختام هذه النشرة مشاهدينا، أقدر متابعتكم، أنا رولا الخطيب، والحدث دائما لحظة بلحظة. إلى اللقاء.